20 جنيه تربط بين الماضي والحاضر البنك المركزي طلع قرار بإصدار 20 جنيه جديدة مصنوعة من مادة البوليمر واختياره للمادة دي بالذات ما كانش صدفة ده تم اختيارها لأن مادة البوليمر لها مميزات كتير جدا من ضمنها إنها بتتحمل الرطوبة ما بتتأثرش بالمية وظروف نقلها وتداولها بين الناس وعمرها الافتراضي أطول ولما صلاحيتها بتنتهي ممكن يتم إعادة تدوير ورق البوليمر ونحوله لحاجات تانية مفيدة والحقيقة إن ال 20 جنيه الجديده مش مجرد عمله صدرت بشكل عشوائي دي معموله بدقه شديده جدا في تصميمها بحيث تعبر عن الاراده المصريه في التوجه لبناء عصر جديد للدوله وفي نفس الوقت تحافظ على الحضاره الفرعونيه القديمه والتراث الاسلامي المصري وده ظهر من خلال طباعة مسجد محمد علي في وجه العملة أما في ظهر العملة ففي تمثال كيلوباترا ومجسم الهرم الأكبر من العصر الفرعوني والعجلة الحربية والمحارب المصري القديم وكل ده في تناغم تام وأهم ال العشرين جنيه الجديدة إنها صعب جدا تزويرها لأنها بتحتوي على تقنيات تأمينية بتصعب عملية التزوير وعلشان تتأكد من العشرين جنيه الجديدة اتأكد إن في نافذة شفافة يمكن الرؤية من خلالها كمان العشرين جنيه الجديدة في معدنية على شكل مجسم محمد علي لونها فضي وبتتحول لألوان مختلفة لما نميلها من زوايا مختلفة تحت الضوء الأبيض كمان في تطابق في الوجه والظهر لزهرة اللوتس عشان تظهر بصورة كاملة ومن الحاجات الجمالية في العشرين جنيه الجديدة هي الملمس البارز لمسجد محمد علي بالوجه ورقم عشرين في أعلى يمين الوحدة وكلمة عشرين جنيه في نصها والبنك المركزي والملمس البارز ده مش بس عمل قيمة جمالية لا ده ليه فايدة تانية وهي مساعده المكفوفين وضعاف البصر يعني باصدارها تعتبر اول فئه تساعد المكفوفين وضعاف البصر على انهم بيميزوا قيمتها وده عن طريق اللمس لعناصر بارزه على العمله ورقم 20 البارز واكد البنك المركزي ان مش هيتم وقف العمل بال 20 جنيه القديمه وان هيتم استخدام الاتنين مع بعض اول ما يتم اصدار الجديده. <applause>